بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخت الشهيد أحمد العرنوت وأختي المعتقل ياسر العرنوت. بالنسبة للحوار، أرفض هذا الحوار لأنه ما تغير على النش عشان نقعد في طاولة الحوار ونتحاور. الوضع كل ما جلي في ازدياد، قاعد تعذيب مستمر، اعتقالات في ازدياد. أنا أطالب بالقصاص، ما أطالب بالحوار، لأن الوضع كل ما جلي سوء ما قاعد يتطور. السلام عليكم.